الآن مع بانوراما أونلاين وأبرز تداولات منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، وفيها نتناول موجة العنف التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع، كما أحدثكم عن إضراب الأسرى في مواجهة الاعتقالات الإدارية، وكذلك عن طواف فرنسا الحدث الذي شهد تضامنا واسعا مع فلسطين. إذن أربع بلدات عربية شهدت نهاية الأسبوع أحداث عنف وإطلاق نار أسفرت عن سقوط قتيل و16 إصابة خلال ساعات قليلة. في عيلبون كانت إصابتين، في الزرازير 6 إصابات، وفي كفر قاسم 5 إصابات، وفي الطير سقط قتيل و3 إصابات. المقاطع المصورة التي وثقت هذه الأحداث اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي. ونبدأ مع توثيق جريمة العنف في مدينة الطير، حيث قتل رجل في الأربعينات من عمره وأصيب قاصران خلال تواجدهما داخل مركبة. أما المقطع التالي فيوثق إطلاق مجهولين الرصاص باتجاه بيت عزاء في كفر قاسم خلال تواجد أكثر من 150 شخصا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجراح بين طفيفة ومتوسطة. وفي التفاعلات، غردت يارا سنوات طويلة والاحتلال ينشر السلاح في الداخل المحتل ويشجع الجريمة والثارات العشائرية ليكون هذا السلاح نارا بيننا وفي صدورنا. أما قاسم فقال التراخي 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 في جمع السلاح وإتاحته أمام الجميع، سيبقى يفقدنا المزيد من الأرواح، الدولة تقتلنا في بيوتنا وفي ساحاتنا أيضا. إلى موضوعنا الثاني، حيث شرع اليوم العشرات من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية بإضراب إسنادي للمعتقلين خليل عواودي ورائد ريان المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري. الحديث هنا عن قرابة 75 أسيرا متضامنا مع عواودي وريان. نادي الأسير أوضح في بيانه أن الإضراب يأتي بعد أن فشلت كافة المحاولات في الوصول إلى حل يضمن تحقيق حرية المعتقلين عواودي وريان، إذ يواصل المعتقل عواودي إضرابه منذ أكثر من 4 أشهر، والمعتقل ريان منذ 108 أيام. كما تحدث البيان أيضا عن أن معركة المعتقلين عواودي وريان تصنف كمعركة مضاعفة نتيجة للتحولات الكبيرة التي فرضتها أجهزة الاحتلال على تجربة الإضراب عن الطعام. فسابقا لم نشهد أن تعمد الاحتلال إبقاء أي معتقل مضرب في الزنازين بعد اليوم 50. في المقابل وبذات السياق، أقام ناشطون وقفة احتجاجية أمام مستشفى أساف هاروفي دعما للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال. من سرطان على النهار، من سرطان على النهار، رايد نجمي بسماها، رايد نجمي بسماها، من سرطان على النهار، من سرطان على النهار، خلي النجمي بسماها، خلي النجمي بسماها، واطلع يا قمر نوهل، وضوي الكورة الأرضية، وضوي الكورة الأرضية، وما خلقنا تنعيش بذل، ما خلقنا تنعيش بذل، خلقنا نعيش بحرية، خلقنا نعيش بحرية. وبشأن معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون، كتب الصحافي سار القدرة مقالا نقتبس منه: تقضي العدالة الإنسانية في عصر الحرية والديمقراطية وضمان كفالة الحقوق أن يلتفت المجتمع الدولي إلى المئات من الأسرى الفلسطينيين الذين يتركون فريسة للموت دون إعطاء أي اعتبارات بحقوقهم الحياتية والمعيشية. كما أكد القدرة في مقاله على أن جرائم الاحتلال بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية
باتت تشكل خطوة بالغة أو خطورة بالغة، وتعبر عن سقوط مروع في المعايير الإخلاقية والإنسانية، وتبرز تلك العنجهية والوقاحة التي يتعامل بها الاحتلال ومديرية السجون العامة في إسرائيل. إلى موضوعنا الثالث، وبالتحديد إلى فرنسا التي أقامت سباق دراجات يسمى طواف فرنسا. وهذا العام شهد عشرات المتضامنين مع القضية الفلسطينية في بلدات فرنسية يرفعون الأعلام الفلسطينية ويهتفون لفلسطين ومقاطعة إسرائيل، تزامناً مع مرور فريق الاحتلال المشارك في طواف فرنسا. الآن دعونا نشاهد ونستمع إلى نداءات فلسطين التي عمت هذا السباق. فلسطين 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 فلسطين. وفي هذا الشأن تحدثت رابطة فلسطين ستنتصر قائلة إن إسرائيل وفيما تواصل سياستها الاستعمارية والفصل العنصري والتطهير العرقي ندعو إلى تكثيف مقاطعة إسرائيل كأداة لمناهضة الاستعمار والعنصرية تضامنا مع القضية الفلسطينية ومن أجل التحرير. وبهذا نصل ختام بانوراما لهذا اليوم. هذه تحياتي لكم ولكنا وإلى اللقاء.